ضجة كبيرة أحدثها الكشف عن أقدم مخطوطات القرآن الكريم التي أعلنت عنها جامعة برمنغهام البريطانية. مخطوطات تبين بعد فحصها بالكربون المشع أن عمرها يبلغ نحو 1370 عاما وهو ما يجعلها من أقدم مخطوطات القرآن في العالم. مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يحفظ القرآن عن ظهر قلب ومع ذلك يهجئ ما يقرأه حرفا حرفا. مدير مسجد مدينة برغنهام البريطانية متفاجئ ومختبط ومتحمس مثله مثل من حوله وهم إلى اليوم قلة من أفسح له المجال لرؤية وقراءة سطور أقدم مخطوطة قرآنية في العالم هذا كنز له أهمية عالمية للإرث الإسلامي ولدراسة الإسلام كما أنه مصدر فخر للجالية المسلمة هنا المخطوطة التاريخية كشف عنها في جامعة برغهام. هنا على رف من رفوف المكتبة البريطانية بقيت هذه المخطوطة محفوظة لأكثر من مئة عام من دون أن ينكشف خبرها إلى اليوم. المخطوطة كانت مرفقة خطأً بأخرى أحدث من القرآن الكريم تعود إلى القرن السابع الميلادي. إلى حين وقوع صدفة صغيرة تغير الكثير على وقعها. <applause> لقد وجد باحث كان يعمل على مخطوطه معينه صفحات قديمه جدا من القران وذلك الخط هو خط عربي قديم يسمى الحجازي هذا يعني انها تعود الى منطقه الحجاز حيث تقع مكه المكرمه والمدينه وطبعا النبي محمد كان هناك لذلك حينما ارسلت تلك الصفحات لقياس عمرها دهشنا حينما وجدنا انها تعود الى عصر النبي محمد النسخة الأقدم تجسدها صفحتان فقط، صنعتا من جلد حيوان، كتبتا بالحبر بخط حجازي جميل، صاحب اليد التي خطت هذه الصور قد يكون واحدة من معاصري النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فعمر ما تشاهدون يزيد عن 1370 عاما، سنوات طويلة لم تعدل ولم تغير شيئا في النص المقدس، الخط وحده يحدث الفرق بانعدام النقاط على حروفه. أما ما تبقى فيتطابق مع القرآن الكريم. جميع المسلمين في العالم يتطلعون الآن لرؤية هاتين المخطوطتين. بالفعل كثيرون سيقصدون بيرجنهام في شهر أكتوبر المقبل هو الموعد الذي حددته الجامعة لعرض المخطوطة على العامة. بهذا الخبر ستسرق مكتبة جامعة برغنهام الأضواء من مكتبة برلين التي احتفظت لسنوات بأقدم مخطوطة قرآنية. مخطوطة قيل أنها تعود إلى ما بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأكثر من عشرين عاما وتضم آيات من سورتي النساء والمائدة سورة الكهف في مخطوطة برنينهام باتت الحدث اليوم وعنوانا جديدا في عناوين عظمة القرآن الكريم وتاريخ لغته